جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة السورية تتصدر المناقشات. استشهاد فلسطيني وإصابة نحو 1000 آخرين برصاص الاحتلال عند الحدود مع قطاع غزة في جمعة حرق العلم الإسرائيلي. خلال لقائه الرئيس البرتغالي البابا تاودروس يشيد بالوحدة الوطنية السائدة بين جموع الشعب المصري. من مساء في القاهرة السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة على شاشة نيل. أهلا بكم. أهلا بكم، والبداية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مباحثات بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط تهدد السلم والأمن الدوليين، وعرب عن استعداد المنظمة الدولية للمساهمة في إنهاء هذه الأزمات التي تضرب الأراضي الفلسطينية وسوريا واليمن وليبيا والعراق. وقد هيمن على جدول أعمال الجلسة التطورات الراهنة في الملف السوري، خاصة ما يتردد عن استخدام أسلحة كيميائية في دوما بريف دمشق. أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول سوريا. وأعرب ماكرون عن أمله في تكثيف التشاور بين باريس وموسكو لإعادة السلام والاستقرار إلى سوريا. من جانبه حذر بوتين ماكرون من أن أي عمل وصفه بالمتهور والخطير في سوريا حسبما أفاد بيان للكريملين. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن لدى بلاده أدلة دامغة على أن الهجوم المفترض بالأسلحة الكيماوية في دوما كان مسرحية. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي إن موسكو تمتلك ما وصفها بالأدلة على أن أجهزة استخبارات أجنبية تورطت في هذا الأمر وتصعيده لوسائل الإعلام. يبدأ وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مهام عمله في سوريا اعتبارا من يوم غد. تتعلق مهمة الوفد بالتحقق من حدوث هجوم كيميائي مفترض في دوما بريف دمشق. وقد أعرب المواطنون في دمشق عن ارتياحهم لبدء مهام هذا الوفد لمواجهة أي ادعاءات. في أول رد فعل من جانب مواطني العاصمة السورية دمشق بشأن حضور وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لبلادهم، رحب سكان دمشق بقدوم وفد مؤلف من محققين دوليين لتفقد موقع هجوم كيماوي مزعوم في ضواحي العاصمة السورية. إذا جايين يحكموا بضمير فأهلا وسهلا فيهم، أما إذا جايين أوامر من الدول الغربية أمريكا فلا يعني. الكلام اللي عم بيقولوه إنه كيماوي ما كيماوي، نحن منرحب باللجنة تيجوا يشوفوا، يعني أكيد 100% ما راح يطلع شيء يعني، ويفتشوا ويشوفوا يعني. نحن منرحب بلجنة الكيماوي وعنا ثقة بدولتنا، ومنتمنى نحن هالشيء يعني إنه يجوا ويشوفوا الحقيقة، والله يحمينا قائد الوطن الزعيم العربي السوري. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن بعثة خاصة لتقصي الحقائق في طريقها إلى سوريا، وسوف تبدأ التحقيق في الهجوم الكيماوي الذي يزعم وقوعه في بلدة دوما السبت الماضي. ومن المقرر أن يسعى فريق المنظمة إلى اكتشاف ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت في هجوم الأسبوع الماضي ومن أي نوع، بحسب بيان صادر عن المنظمة التي يقع مقرها في هولندا. يشار إلى أن قوى غربية اتهمت الحكومة السورية بشن الهجوم، بينما تؤكد سوريا وروسيا أن هذه الاتهامات كاذبة. وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قد أعلن أن فريقين من المنظمة سيصلان إلى بلاده للتحقيق فيما حدث في دوما التي كان يسيطر عليها مسلح المعارضة السورية.
تواصلت عملية إخراج مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق، وذلك عبر ممر مخيم الوافدين إلى مدينة جرابلس، تمهيدا لإخلاء المدينة من المسلحين وعودة مؤسسات الدولة إليها. وذكرت مصادر إعلامية سورية أنه تم تجهيز 29 حافلة تقل المئات من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم وإخراجها من مدينة دوما إلى نقطة التجمع لنقلهم بشكل جماعي إلى جرابلس، وأنه يتم العمل حاليا على تجهيز المزيد من الحافلات داخل مدينة دوما ومن ثم إخراجها عبر ممر مخيم الوافدين. ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور جورج جابور المحلل السياسي. دكتور جورج، هل حملت يعني جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن الأزمة السورية أي جديد برأيك؟ لم تحمل جديدا في الحقيقة، لكن كان هناك الأمين العام للأمم المتحدة تحدث، لم أشاهده يتحدث في الجلسة السابقة قبل بضعة أيام. وجوده ربما أنه يشير إلى أنه يحاول أن يكون مفيدا في هذه الأيام الصعبة. أساسة جدا، هو الشخص الأعلى دوليا، أعلى في دولة آخر ومنتخب عالميا، لكن طبعا هو ليس رئيس الأمم المتحدة. كامرشولد كان في السياسة الدولية يثير في بيانه الذي أصدره بعد ساعات من رسالة المسموحة إليه الدكتور جورج جابور، نعتذر عن الاستمرار في هذا الاتصال لعدم وضوح الصوت من المصدر، شكرا جزيلا لك. استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 700 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مسيرة خرجت اليوم على امتداد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فيما يسمى بجمعة حرق علم الاحتلال الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني. يأتي ذلك ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى التي بدأت منذ 3 أسابيع وتستمر حتى منتصف الشهر القادم، موعد نكبة فلسطين. في إطار الجمعة الثالثة لاحتجاجات مسيرة العودة الكبرى والتي تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، إحياء لذكرى نكبة عام 1948، اندلعت مواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على السياج الحدودي مع إسرائيل، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي منطقة محظورة بحجة الدواعي الأمنية. ومع بدء توافد آلاف الفلسطينيين للمخيمات الخمسة التي أقيمت على بعد مئات الأمتار قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، تجمع مئات المتظاهرين على بعد عشرات الأمتار من هذه الحدود وقاموا بحرق علمين إسرائيليين كبيرين شرقي خان يونس وشرق مدينة غزة وسط هتافات للمطالبة بالعودة، كما رفع المتظاهرون عشرات الأعلام الفلسطينية. من جانبه أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن رفع العلم الفلسطيني ووقوف كل فئات الشعب صفا واحدا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي يأتي تأكيدا على أن الثوابت الوطنية هي من توحد الشعب الفلسطيني ضد كل محاولات تركيعه من قبل الاحتلال. وبدوره قال خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية العليا إن هذه الجمعة الثالثة والتي أطلق عليها جمعة رفع العلم الفلسطيني توجه رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني يريد العودة إلى أرضه التي هجر منها مطالبا بضرورة زوال الاحتلال. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 32 فلسطينيا وأصابت أكثر من 3000 بجروح خلال الأسبوعين الماضيين،
وأشار في تقرير حماية المدنيين إلى أن معظم الشهداء والجرحى سقطوا في مسيرات وفعاليات يوم الأرض، وهي سلسلة من المسيرات والفعاليات التي بدأت في 30 من مارس الماضي وتستمر حتى 15 من مايو المقبل، والذي يصادف الذكرى 70 للنكبة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد واصل أبو يوسف، عضو منظمة التحرير الفلسطينية. سيد واصل، إذن كيف ترى تأثير هذا الضغط الشعبي على حقوق الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لتحقيق هذه الحقوق، وأيضا فيما يتعلق بملف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهو موعد اقترب كثيرا؟ بالطبع نحن أعلننا عن استمرار واستدامة هذه الفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل أراضي فلسطين المحتلة، سواء في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين أو في الضفة الفلسطينية أو بمحافظات قطاع غزة. وأشرنا بشكل واضح تماما أن هناك محطات هامة كما تفضل، سيكون هناك محطة هامة على صعيد يوم الجمعة القادم الذي سيكون يعني جمعة الشهداء والأسرى، وخاصة في ظل حلول موعد عيد الأسير الفلسطيني والوقوف إلى جانب هؤلاء الأسرى وعمل هذه الذكرى التي تؤكد على أهمية الوقوف إلى جانب الأسرى ومعتقد الأفضل في هذه الكلام. وكل هذه الفعاليات التي تجري سواء في 14 من شهر مايو أيار القادم يوم نقل السفارة أو في 15 يوم النكبة، جميعها تأتي في سياق رفض القرار الأمريكي للمساس بالقدس ورفض المساس على عودة اللاجئين الفلسطينيين. لذلك هذه الحقوق صرامة ومحفوظة، والشعب الفلسطيني الذي يخرج مقدم اليوم شهيد وما يقارب 1000 جريح، كل هذه الدماء التي تسيل هي في سبيل الحفاظ على حقوق الثوابت والاستمرار في معركة مع الاحتلال من أجل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني. أيضا سيد واصل، ربما هناك صمت دولي لما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في هذه حتى الجمعة الثالثة، وشاهدنا شهداء بالجمعات السابقة أكثر من ذلك. يعني ما هو دور المجتمع الدولي في هذه المرحلة حتى يعني يوقف مثل هذه الانتهاكات؟ هذا هو المطلوب فعلا، لأننا طلبنا الأمم المتحدة من خلال الأمين العام ومثلا مجلس الأمن الدولي بتصوير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني. وكما شاهد العالم أجمع أن مجلس الأمن الدولي اجتمع أكثر من مرة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما تفشل إمكانية حتى صدور بيان مشترك، وهو الحد الأدنى من ما يمكن أن يشير إلى أهمية عمل مجلس الأمن الدولي في العبء على السلام والأمن الدوليين، وهذا الأمر المفقود من خلال ما يقوم به الاحتلال في قيادة شعبنا الفلسطيني. أنا بعتقد أنه هناك الآن أهمية ضعفة من أجل الوقوف أمام جرائم الاحتلال. أكثر من 30 شهيد خلال الجمعتين الماضيتين، أنهم شهيد واستهداف ما فيه الصحفيين وطواقم الإسعاف، وكل ما من شأنه أن يحاول فرض وقع على الأرض الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر الذي يندرج في إطار هذه الدولة الذي يمارسه الاحتلال الشعب الفلسطيني والذي لا بد أن يحاسب عليه الاحتلال في سياق ذلك. بشكرك سيد واصل أبو يوسف، عضو منظمة التحرير الفلسطينية. وفي إطار السياق أيضا ينضم إلينا عبر سكايب من غزة السيد محمد مصلح، المحلل السياسي. إذن سيد محمد، كيف يمكن استخدام مثل هذا الضغط الشعبي وهذه الانتهاكات الإسرائيلية في تكوين ملف وتكوين رأي عام عالمي ضد ما يحدث من انتهاكات داخل الأراضي الفلسطينية؟ هو أصلا الهدف من هذه المسيرات هي يعني إعادة قضية فلسطينية وقضية غزة إلى الصدارة والاهتمام العالمي بعد أن غطاها الغبار الكبير الكثيف من انحرافات القضايا التي حاولت إسرائيل أن تصدرها للعالم، وكأنها هي قضايا الخطر العالمي، ملف إيران النووي، الشمال السوري، تعزيز قوات إيران في سوريا. الآن هذه المسيرات يعني نجحت بشكل كبير جدا، وهذا باعتراف حتى العدو الصهيوني أنه هذه المسيرات نجحت في الانتصار في حرب الصورة. الصورة الفلسطينية التي يظهر فيها الطفل الفلسطيني أمام الجيش المجدد بالسلاح القناصة والدبابات، هذه الصورة يعني كانت غائبة عن المشهد العقل الأوروبي أمام الضغط الإعلام الصهيوني الكثيف والمساندة الأمريكية والتغطية العالمية لجرائم الاحتلال. الآن اخترقنا اجتزنا هذا الجدار الكبير. المهم الآن الأدوات التي ستساعدنا في النهوض أو في تصدير هذه القضية بأدوات سياسية. أكيد نحن بحاجة إلى موقف واحد، موقف سياسي موحد داخلي
اتفاق السلطة مع الفصائل، أو أن تضع السلطة غطاء رسمي سياسي للانتفاضة أو الهبة الشعبية. الحراك على المستوى الدولي في الآن، هناك في يعني موافقة وفي نداءات معينة لإجراء تحقيق دولي حتى وإن كان مستقل شفاف ضد الجرائم الإسرائيلية. يعني يجب أن لكن يعني سيد محمد، هل ترى أن هذه هي الخطوات المثلى إلى جانب الضغط الشعبي؟ هي الفرصة المتاحة التي قد تكون الأرضية المناسبة لإيجاد موقف سياسي موحد وإنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. إذا كنت تسمعني سيد محمد، هل هي هذه الأدوات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية وأمام الشعب الفلسطيني للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل حتى ربما تتراجع عن موقفها بنقل السفارة، أم ربما يجب أن يكون هناك ضغط أكثر في المرحلة المقبلة وتعاون عربي ودولي لتحقيق هذه الأهداف؟ يجب أن يكون هناك أكثر من يعني من جهة ضاغطة. الجميع الفلسطينية الآن في اعتقادي هي الوسيلة التي استضغط على الجميع لتوحيد موقف والضغط على أمريكا وإسرائيل، حتى ودول نظام عربي معين الآن يسير في فلك ترتيب مصالحه مع أمريكا ومع إسرائيل في المنطقة في اتجاه ضد إيران، وهذا ليس موضوعنا. لذلك أنا أعتقد أنه الآن إحنا بحاجة إلى موقف فلسطيني موحد. هذا الموقف الفلسطيني الموحد سيجبر إلى موقف فلسطيني عربي موحد، وهذا واضح جدا في التصريح الأخير لوزارة الخارجية العرب أنه لن نقبل بسبق القرن والقدس هي عاصمة فلسطين لدولة فلسطين. هذا موقف جيد جدا بعد أن كنا نحسب حساب أو متخوفين من موقف عربي يقبل بصفقة القرن وكما تسرب من عرض عاصمة غير قدس للفلسطينيين من أحد الدول العربية. يعني هذه قضايا يعني بدأت الجماهير الفلسطينية يعني فعلا، وأنا في اعتقادي أنه الآن أفضل أداء لنا في عدم قدرتنا على ممارسة الكفاح المسلح هو المقاومة الجماهيرية الشعبية. هذه المقاومة يعني ساد إقناع العالم بها وسهل أن تغير قناعات العالم، وأيضا هي في بالنسبة لنا إحياء وترميم للذاكرة الفلسطينية والعربية. لكن اسمح لي سيد محمد، في قضية لاجئين، في قضية قدس، في قضية فلسطينية لم تحل حتى الآن من 70 سنة تقريبا. لكن اسمح لي استاذ محمد، يعني لو تابعنا الوضع الفلسطيني ربما هناك حاله من الانقسام، هناك ازمه رواتب في قطاع غزه، هناك حاله يعني من التراجع في ملف المصالحه الفلسطينيه، وبالطبع هذه هي تؤثر على ما او الضغط الشعبي وعلى الضغط السياسي الذي تمارسه السلطه الفلسطينيه. ما هو المطلوب اذا من الفصائل الفلسطينيه ومن السلطه في المرحله المقبله؟ وهو المطلوب كثير، لكن انا في رايي أن هناك من يحاول أن يوظف المسيرات في غير يعني في غير الاتجاه الصحيح، ويحاول أن يوظفها لأغراء أجندات يعني سياسية معينة ضمن منهج سياسي واتفاقيات سياسية على الأرض. الآن يعني 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 خلق هذه الأزمات لقطاع غزة في اعتقادي يعني ليس الوقت المناسب لابتزاز غزة. نعم. يعني فرض مصالحة أو فرض تسليم كامل كما يقال لغزة للسلطة، لهذا الوقت ليس الوقت المناسب. هذا الآن هو وقت عمل موحد ضد الاحتلال، يعني ما دام كلنا متفقون على أن هذه المسيرات القومة الشعبية يعني أداة يعني واحدة وأداة ضد الكل، يجب أن نلتف حولها ولا نخلق أزمات لبعضنا البعض. أزمات يعني ذكرت راتب أزمة كبيرة جدا، وأنا في اعتقادي أزمة راتب هي حرف اهتمامات الشعب الفلسطيني من المسيرات إلى الراتب والوقوف أمام البنود. بشكرك سيد محمد مصلح، محلل سياسي، كنت متحدثا إلينا عبر خدمة سكايب من غزة. أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقدام مستوطنين إسرائيليين على إحراق مسجد في بلدة عقربة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية وقيامهم بخط شعارات عنصرية على جدرانه. وقال عباس إن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بحرق مساجد وكنائس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يؤكد أن الجرائم الخطيرة التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون إنما تتم تحت بصر وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنها ستتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة من أجل ضمان معاقبة هؤلاء الإرهابيين وتوفير حماية للأماكن الدينية ولأبناء الشعب الفلسطيني.
وصف محافظ الحديدة اليمنية أوضاع السكان في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية في المحافظة بأنها مأساوية. وأكد المحافظ عزم الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي على طرد الميليشيات من المحافظة بالكامل. الأوضاع مأساوية. بهذه الجملة وصف محافظ الحديدة اليمنية أوضاع السكان في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية داخل المحافظة، مؤكدا عزم الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي طرد كافة الميليشيات من المحافظة بالكامل، ومؤكدا أن المواطن اليمني يجد صعوبة بالغة في الحصول على الدواء وممارسة حياته اليومية بسبب الاضطهاد والتعنت من جانب الميليشيات المسلحة. المسؤول اليمني أشاد في الوقت ذاته بالانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش والتحالف بتحرير جبهة ميدي وطرد الحوثيين من أهم معاقلهم. وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية يمنية أن قوات الشرعية أحرزت تقدما في جبهة قانيا بمحافظة البيضاء واستعادت السيطرة على سوق قانيا وسلسلة من الجبال المحيطة بالمنطقة. من جانبه أعلن الجيش اليمني نجاح قواته في إحراز تقدم جديد في مديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة، وذلك بإسناد من طيران التحالف العربي. وفي هذا الإطار يبرز مراقبون الدور الذي تلعبه سفارة إيران بصنعاء من خلال تحويلها هذا المقر إلى غرفة عمليات عسكرية هدفها الإضرار بالشأن اليمني ومن ثم دول جوار اليمن. تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة العربية في دورتها 29 في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بعد أن احتضنت العاصمة الرياض الاجتماعات التحضيرية للقمة. وكان من المقرر عقد القمة العربية أواخر الشهر الماضي، إلا أن السعودية قامت بتأجيلها نظرا لتضارب الموعد مع الانتخابات الرئاسية في مصر والتي عقدت في 26، 27، و28 من مارس الماضي. في ظل إجراءات أمنية مشددة وأجواء احتفالية مبهجة، أنهت المملكة العربية السعودية استعداداتها لاستضافة فعاليات القمة العربية في دورتها العادية 29 لتخرج في أبهى صورة وتلبي تطلعات القادة والشعوب العربية. تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات القمة العربية بعد اعتذار دولة الإمارات العربية المتحدة عنها، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها القمم العربية اعتذارات منذ إقرار آليات انعقادها سنويا. فقد استضافت موريتانيا القمة العربية عام 2016 بعد اعتذار المغرب، بينما استضافت الأردن القمة العربية العام الماضي بعد اعتذار اليمن. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعلن أن القمة العربية في دورتها 29 تعقد في 15 من إبريل بالسعودية، بعد أن تلقت الأمانة العامة للجامعة إخطارا رسميا بذلك من الرياض، حيث كان معتادا عقد القمة العربية في مارس كما جرت العادة كل عام، إلى أنه تم تأجيلها نظرا لتعارض موعد انعقادها مع تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية. تعقد القمة العربية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بعد اتخاذ الحكومة السعودية قرار نقل مكان إقامتها من الرياض لأسباب أمنية وكإجراء احترازي لتهديدات صواريخ الميليشيات الحوثية التي سبق واستهدفت العاصمة السعودية بأكثر من صاروخ باليستي، في حين يتم إجراء جميع الاجتماعات التحضيرية للقمة في الرياض. تعقد القمة العربية في قصر مؤتمرات ضخم بمدينة الدمام شرق المملكة، وقد شملت الاستعدادات لعقد القمة تهيئة وتشجير الطرق وإغلاق بعضها، ويعد مطار المدينة من الدرجة الأولى ويتسع للطائرات الضخمة ولعشرات الطائرات الخاصة داخل ساحته، وسيتم نشر 25,000 من أفراد الأمن من الداخلية والجيش السعودي لحماية القمة. شملت الإجراءات التحضيرية التي شهدتها الرياض قبل القمة اجتماعات لكبار المسؤولين والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، واجتماعات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وأخرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وذلك للتحضير النهائي لجدول أعمال القمة ورفع مشروعات القرارات التي ستعرض أمام القادة العرب.
يتوافد القادة والملوك ورؤساء العرب إلى الدمام بدءا من 14 من إبريل الحالي، وسيكون في استقبالهم أمير المنطقة الشرقية أو نائبه والأمين العام للجامعة العربية، فيما يستقبل الوزير المكلف بالاستقبال وسفير السعودية في دولة الضيف قادة الدول العربية الذين يصلون خارج الأوقات المحددة، ويستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادة الدول العربية بمقر القمة. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية التي ستشهد تمثيلا واسعا للقادة العرب ورؤساء المنظمات الدولية، وسيكون الاستثناء الوحيد هو سوريا، حيث جمد مجلس الجامعة عضويتها منذ عام 2011 عقب اندلاع النزاع السوري. يجرى عقد القمة العربية العادية 29 لمدة يوم واحد فقط، حيث من المقرر أن يحضر القادة العرب في اليوم التالي ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد الذي يتم تنفيذه بالمملكة العربية السعودية بمشاركة حوالي 27 دولة، وتعد هذه القمة العربية هي الثانية التي تستضيفها السعودية خلال 11 عاما بعد القمة التي استضافتها عام 2007. وينضم إلينا عبر سكايب السيد يعرب خيربيك الكاتب الصحفي. سيد يعرب، كيف تابعت ما جاء اليوم في جلسة مجلس الأمن فيما يختص بتطورات الأزمة السورية، وتوقعاتك أيضا بشأن كيفية عرض الأزمة السورية في القمة العربية القادمة؟ نعم، مبدئيا يعني ليس هناك أي تعويل لا شعبي سوري ولا حكومي رسمي سوري على ما يسمى بمؤتمرات أمم المتحدة أو جامعة عربية، مع وجود الأمل بأن يكون هناك إمكانية للتعويل عليها، ولكن لا أظن أن هناك يعني أولية أو أي اهتمام خصوصا بالنسبة للجامعة العربية بالنسبة لضرب سوريا. أما بالنسبة لما اليوم في الأمم المتحدة، يعني عاملين هو عمل محاولة لوضع النقاط على الحروف ووضع وتقديم صورة أوضح إلى العالم كاملا بهذا الأمر، يعني حتى أن عنوان الجلسة التي جرت والتي كانت فيها طلبات لوقف الدعم لوقف نزع الاستقرار في المنطقة ووقف الحروب والهجمات على المنطقة. عمليا نحن في سوريا نعاني من حصار اقتصادي، نعاني من حصار إنساني منذ 7 سنوات على الشعب السوري، والذي يدفع ثمنه الشعب السوري بالكامل، بالتأكيد ليس الحكومة السورية هي التي تدفع ثمن هذه العقوبات. من جهة أخرى، كل قذائف الحقد التي ملأت دمشق والتي أغلق الكثير من المعامل، معامل حلب التي سرقت بالكامل باتجاه تركيا وسرقتها تركيا وتم بيعها هناك، الأطفال الذين قتلوا وذبحوا كلهم ذبحوا وقتلوا برعاية الدول الغربية في الأمم المتحدة. يعني نحن لا ننتظر لا من أمريكا ولا من بريطانيا أو من تركيا أن توقف هجوما أو توقف اعتداء على سوريا صار له 7 سنوات. مئات الآلاف من أطفال سوريا دفعوا ثمن ما يجري، مئات الأطفال سوريا ليس فقط دفعوا ثمن بالقتل والذبح ووقف التعليم وضياع مستقبلهم، يعني حتى على مستوى التشويه الثقافي الذي جرى، التشويه الأخلاقي الذي يقدم لأطفالنا عبر إظهار بعض الفتن وإظهار مقاطع أطفال يقومون بالذبح، والتي شهدت في دوما وشهدت في الغوطة وشهدت في الرقة وشهدت في إدلب وفي كل مكان. نعم. يعني لا نرى جديدا فيما يجري، ولا نعتقد أن من سكت 7 سنوات في الأمم المتحدة والجامعة العربية أو على الأقل هو لم يسكت بل دعم هذا الإرهاب، لذلك إذن سيد يعرب، يعني أنتم لا تعاولون على ما يجري في مجلس الأمن ولا تتوقعون الكثير من الجامعة العربية، هذا ملخص ما قلت. إذا تحدثنا عن الأوضاع في سوريا الآن بعد السيطرة على الغوطة الشرقية والاستعداد لدخول القوات السورية إليها، وهناك أيضا متغير آخر هو الزيارة المرتقبة لوفد منظمة حاضر انتشار الأسلحة النووية، هذان المتغيران ماذا يمثلان بالنسبة للنظام السوري؟ نعم، بداية مع بس مع تحفظ على كلمة نظام إذا سمحتي فقط. بداية أنا قلت لا أعول للجامعة العربية، ولكني أؤكد بأنني أتمنى لو أنه بإمكاننا أن نعول، نحن بالنهاية عرب وفي النهاية لا نستطيع أن نكر أهمية المحيط العربي وأهمية دعمه، لذلك رغم تمنياتنا وأؤكد على تمنياتنا بأن يكون هناك واقع عربي أفضل، ولكن في هذا الواقع الراهن لا نعول. بالنسبة للغوطة الشرقية بعد دخول الشرطة العسكرية الروسية
روسية ودخول لجنة أيضا روسية قامت بالبحث وتقصي حقائق داخل دوما والبحث عن أي ثالث دام كيماوي لم تجده أبدا. تم الوصول إلى من قام بالتصوير في هذه المسرحيات الكيماوي من مستشفى دوما وأخبروا الجميع. هناك مقطع فيديو قد نشر وقد نشر على التلفزيون السوري، وقالوا أن هناك من دخل فجأة وأخذ يرعب الناس ويرش الماء على المواطنين والموجودين بالمعالج للعلاج من أطفال وكبار، فثارت حالة رعب، صار الجميع يلف هذا الماء أيضا على بعضها البعض. الأهم أن دخول الشرطة الروسية وبدأ حالة دخول مدنيين، اليوم هناك حالة دخول تقريبا 27 مدني، هناك حالة بالنسبة لدوما، طبعا العدد قليل جدا جدا قليل، ولكن مبدئيا قد يكون بداية. في حرستا بدأ الدخول ب 40 شخص، اليوم هناك 20,000 شخص دخلوا لحرستا. كفر بدأ الدخول بأيضا تقريبا بحوالي 100 شخص، اليوم الرقم وصل إلى 7,000 8,000. لذلك هي بدايات متواضعة ولكنها تؤسس لربما لحالة عودة أكثر أهمية، خصوصا أننا حصلنا على خرائط الألغام والمتفجرات، بالتالي الطريق أظنه أقصر من أي مكان آخر لإعادة الأهلية. نعم، شكرا جزيلا لك سيد يعرب خير بك، كان معنا عبر سكايب من دمشق. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع فيشغراد. أشار المتحدث باسم رئاسة سفير بسمرادي إلى أن تأكيد الرئيس جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء المجري اليوم، وتقدم الرئيس بالتهنئة لأوربان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، وأعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع المجر وما تشهده من تطورات إيجابية في السنوات الماضية. غادر رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو دي سوزا القاهرة اليوم بعد زيارته الرسمية لمصر والتي استغرقت 3 أيام. وكان الرئيس السيسي قد بحث مع نظيره البرتغالي عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا وسبل تعزيز مكافحة الإرهاب والعمل على تكثيف منابع تمويله وتحذير من مخاطر الجماعات الإرهابية. استقبل البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسي اليوم الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا بالمقر البابوي بالعباسية. جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات المصرية البرتغالية ودور الكنيسة القبطية في مصر والتعرف على تاريخ الكنيسة، وأشار البابا توادروس إلى أن حرص الرؤساء والملوك وقادة الدول على زيارة الكاتدرائية والأزهر يعكس الروح الطيبة والسمحة التي تجمع المصريين والصورة الإيجابية التي تظهر عن مصر في دول العالم. وفي حوار خاص لقناة النيل قال الرئيس البرتغالي إن مصر والبرتغال ستشهدان تطورا في العلاقات خلال الفترة المقبلة. وأشار الرئيس البرتغالي إلى أن التطوير سيشمل المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها لدعم العلاقات بين البلدين. سيدي الرئيس، ما هي الرسالة التي تود أن توصلها للشعب المصري خلال هذه الزيارة؟ الرسالة الأولى هي أننا سوف نبني معا مصر جديدة، وكذلك علاقات أخوة وصداقة جديدة بين مصر والبرتغال في المجال الاقتصادي، في مجال التعليم، في مجال الرعاية الصحية، في مجال الاقتصادي، وبالطبع المجال السياسي. والرسالة الرئيسية هي الحوار، وكذلك قبول الآخر، وكذلك قبول الاختلافات، لأننا كلنا مختلفون، أديان مختلفة، وجهات نظر مختلفة، فلسفة مختلفة، ويجب أن نقبل هذا الأمر. فهذا هو الأسلوب لإعداد العالم وإعدادنا لمستقبل مختلف، وهذا ما يجب أن نعلمه للأجيال القادمة. هذه الرسالة. وفيما يخص الأزمة السورية، أعرب الرئيس البرتغالي عن قلقه البالغ حيال تلك الأزمة، ودعا في تصريحه لقناة النيل إلى خلق الظروف الملائمة لإجراء حوار سياسي. كيف ترى البرتغال تصاعد الوضع في سوريا؟ نحن قلقون بالطبع، نحن نريد تحقيق الأمن والسلام في سوريا.
ونحن نرى أن هناك رد فعل مبالغ فيه في بعض الأحيان على مدار السنوات الماضية، ونرى حربا وراء الأخرى وكذلك معركة وراء الأخرى يموت فيها الأطفال والشباب والكبار. في وضع سيء للغاية، لا نستطيع أن نقبل هذا الأمر. يجب أن نخلق الظروف الملائمة للحوار ولبناء الجسور. الحوار يجب أن يجري أولا داخل المنطقة وداخل الدولة، ونحن نعرف أن الدول الأخرى الموجودة في هذه المنطقة تحاول أن تساعد في هذا الأمر، وإلا هذا سوف يقصف والآخر سوف يقوم بالقصف والهجوم، ولن يكون هناك فرصة لتحقيق السلام، ونحن في حاجة إلى سلام في هذه المنطقة. شكرا لك. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها بعد الفاصل الاقتصادية. المحكمة العليا في باكستان تقضي بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لتولي أي منصب سياسي مدى الحياة. الآن وصلنا إلى محطتنا الاقتصادية وجولة في أخبار مالي والأعمال. نتحول إلى الزميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا لك دينا. شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال، وأهم ما نتابع فيها. في ختام منتدى الطاقة العالمي بالهند، وزير البترول يؤكد أن هناك اهتماما عالميا بصناعة البترول المصرية، ويعلن وجود المزيد من الفرص لاكتشافات جديدة. أكد وزير البترول طارق الملا أن هناك اهتماما عالميا كبيرا بالنتائج الإيجابية التي حققتها صناعة البترول والغاز المصرية خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريح للوزير على هامش الاجتماع الوزاري 16 بمنتدى الطاقة العالمي الذي اختتم أعماله بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم بمشاركة 42 دولة ورؤساء المنظمات الدولية للطاقة لبحث مستقبل أمن الطاقة العالمي. ولفت الوزير إلى وجود المزيد من الفرص لاكتشافات جديدة في ضوء ما أعلنته تقارير المؤسسات الدولية عن وجود احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعي بالمياه العميقة في حوض البحر المتوسط، مؤكدا اهتمام المشاركين بالمؤتمر بدعم التعاون والتنسيق مع مصر لتنفيذ مشروعات مشتركة. عودت أسعار الذهب المحلي ارتفاعها مرة أخرى اليوم بقيمة جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة جراء تحرك السعر العالمي للأوقية بقيمة 5 دولارات من 1335 دولارا إلى 1340 دولارا للأوقية. وسجل الذهب من عيار 21 وهو العيار الرئيس في سوق الصاغات المصرية، سجل نحو 657 جنيها للجرام، مع توقعات بتغيرات أخرى في أسعار الذهب في الساعات المقبلة، في حين وصل الجنيه الذهبي إلى 5256 جنيها. ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 4.6 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 977 مليار و600 مليون جنيه. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع أداء مؤشرات السوق بشكل جماعي، بينما انخفض إجمالي قيم التداولات لتبلغ نحو 7 مليارات و400 مليون جنيه.
أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت خلال الفترة الماضية مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار بقيمة 3,700,000,000 جنيه ب17 مصنعا. وأضاف الوزير أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. وأشار الوزير إلى أنه تم رصد مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد، لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصري. أعلنت وزارة الزراعة رفع حالة الاستعداد خلال موسم حصاد وتوريد محصول القمح والذي يبدأ بعد غد الأحد. وقال وزير الزراعة عبد المنعم البنا إنه تم التنسيق مع وزارة التموين من أجل إنشاء نقاط لتجميع القمح بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة تيسيرا على المزارعين. وأوضح البنا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت نحو 3,260,000 فدان مقارنة ب1,900,000 فدان العام الماضي. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد للزملاء محمد شعبان ودينا إبراهيم واستكمال البانوراما. تفضل دينا. تفضل. شكرا لك أمير على هذه الجولة الاقتصادية. قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لتولي أي منصب سياسي مدى الحياة، وبمقتضى هذا الحكم لن يتمكن شريف من الترشح للانتخابات في المستقبل، ما سيغير المسار السياسي في البلاد. وكان شريف البالغ من العمر 67 عاما قد قدم استقالته من منصبه في يوليو الماضي بعد حكم سابق من المحكمة العليا بعدم أهليته لتولي المنصب على خلفية تورطه في قضايا فساد. وتولى شريف رئاسة الحكومة 3 مرات منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا يزال يحتفظ بنفوذه داخل حزب الرابطة الإسلامية الحاكم. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن جماعة بوكو حرام المسلحة خطفت أكثر من 1,000 طفلة في شمال شرق البلاد منذ عام 2013. وأشارت المنظمة إلى أن الجماعة قتلت أكثر من 3,000 مدرس ودمرت أكثر من 1,400 مدرسة خلال 8 سنوات. أكثر من 1,000 طفلة اختطفتها جماعة بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا منذ عام 2013، إحصائية كشفت عنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. المنظمة الدولية أشارت إلى أنه تم توثيق أكثر من 1,000 حالة خطف وبأن العدد قد يكون أكبر من ذلك، وأوضحت أن متطرفي بوكو حرام يتبعون هذا الأسلوب لنشر الخوف وإظهار القوة، لكن هذه الممارسات أثارت في المقابل غضبا عالميا. وتعني كلمة بوكو حرام التعليم الغربي حرام، ولذلك استهدفت المدارس، حيث أشارت منظمة اليونيسف إلى أن تلك الجماعة قتلت أكثر من 3,000 مدرس ودمرت أكثر من 1,400 مدرسة خلال 8 سنوات. كما أسفرت المعارك التي خاضتها القوات الحكومية ضد عناصر الجماعة إلى سقوط نحو 20,000 قتيل ونزوح أكثر من 2,000,000 شخص. وصعدت الجماعة الهجمات على مراكز الشرطة، لكن عملياتها الأبرز كانت تمثلت في اختطاف تلاميذ المدارس. وفي عام 2014 اختطفت أكثر من 200 فتاة، وأسعت تلك الجماعة عبر هجماتها للسيطرة على كثير من الأراضي، لكنها تراجعت بعد عمليات الجيش النيجيري ضدها خلال عام 2015، والتي نفذتها بدعم من عدد من دول الجوار منها تشاد والكاميرون. ونتحول الآن لمتابعة أخبار الرياضة في هذه النشرة. تقرأه علينا الزميلة رغدة أبو الهلال. إليك رغدة. شكرا لكم محمد ودينا. النشرة الرياضية وأبرز ما فيها. ليفربول يواجه روما وريال مدريد يواجه بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال.